اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين بقى هنتعمق اكتر في السوشيال ميديا ونشوف السوشيال ميديا ازاي درست الاحداث الاخيره بخصوص مباراه القمه واللي اتكتب والتوجهات اللي كانت موجوده عبر السوشيال ميديا. لذلك انا برحب في هذه اللحظات بالزميل العزيز واحد محرري السوشيال ميديا عبر ترند اونلاين وعبر السكايب الاستاذ احمد الغمري. مساء الخير يا ابو حميد. مساء الخير يا استاذ محمد وسعيد ان انا ابقى معاك. طبعا عندنا كلام كتير بخصوص مباراه القمه ولكن من خلال منظور السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الاهلاويه ازاي تعاملت مع الاحداث الاخيره وحاله البلبله؟ وانا كنت شايف في امور ايجابيه خاصه الدعوات، تغريدات ممكن يكون فيها دعم لبيتسو موسيماني وتفاصيل اخرى ممكن كمان تكلمنا عنها. تقدر تقول يا استاذ محمد ان السوشيال ميديا الاهلاويه حاولت هي اللي تشد المشهد كله بالمسؤولين بالاعلام بكله للمنطقه الايجابيه. للاسف خلال الفترات اللي فاتت كان في بعض الناس على الشاشه كان لا يتحلوا بالمسؤوليه، على المقابل كان جمهور النادي الاهلي يتسم بروح المسؤوليه رغم ان ما فيش عليه اي مسؤوليه مهنيه، ومع ذلك الجمهور الاهلي على السوشيال ميديا كان يعني مصمم على انه يسحب الجميع ويروح لمنطقه ايجابيه عشان خاطر ما نتجرش للاخبار السلبيه اللي حتى للاسف يعني سلكت طريقها للاعلام. جمهور الاهلي تقريبا يعني خد منصه تويتر، تساهل تويتر في مصر بقاله 23 يوم على التوالي. الترند الاول في مصر اهلاوي منهم 2,200,000 دعم، يعني جمهور الاهلي لم يعرف خلال ال 23 يوم الا لغه الدعم، دعم لجميع اللاعبين، دعم للمدرب موسيماني. اول ترند يوصل في قائمه مصر كان 1,000,000 ترند. ده بقى ترند عالمي يا احمد، ترند دخل الترند رقم واحد عالميا، ويعني فكره انه مش بس اول مره يدخل ترند الاول في مصر، كان ب1,000,000 كمان تويته ووصل للترند العالمي. تاني يوم ترند عالمي برضو والترند رقم واحد في مصر بمليونيه ثانيه. جمهور الاهلي خد الاجواء من الاعلام اللي للاسف بعضها كان سلبي في قنوات تانية، وابتدى ان الجمهور هو اللي يصنع الحدث الايجابي اللي يبتدي الاعلام غصب عنه يتجه ليه، لفكره ان عندنا ارقام ايجابيه، عندنا جمهور بيتعامل مع الموقف بمسؤوليه، بيتعامل مع فكره ان لو البعض بيحاول يجرنا لفكره التعصب وان التعصب والتنشنه وغيره وغيره هيخلق اجواء مش هتبقى في صفنا، لا انا مش هستجيب ليك، مش هتناول معاك، مش هتبقى رد فعل والكلام ده، انا اللي هسحبك لمنطقه ثانيه واصنع انا الحدث وانا اللي اصنع المنطقه الايجابيه والاعلام الايجابي. المفروض للاسف بعض الموجودين يبقوا يتحلوا بروح من المسؤوليه المهنيه ويتعاملوا بيه، فانا هقوم بالدور ده كبديل عنه. اكيد انت قلت جمله مهمه جدا، خدنا الشائعات دي في اطار نصنع منها محتوى ايجابي عبر السوشيال ميديا. الجمله دي بالزبط. مهمه جدا جدا بالظبط. يعني تويتر اكتسح خلال الفتره اللي فاتت باللون الاحمر ب انا 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 اللي بعمل الحدث، مش هستنى ان انت تصنعني حدث، انت اللي تخليني اعيش جواه، انا هصنع انا حدث اقدر ان انا اعيش فيه. وكمان فكره بقى في نغمه سائده في السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت، ما تكررش الاشاعه. الاشاعه طلعت النهارده، يعني بنشوف للاسف كل يوم اعلامي مختلف بيطلع في القنوات يقول اشاعه واخبار عن اخبار عن، مش فاهم اصلا ازاي. يعني مثلا زي ما كنت بتتكلم في موضوع زي كورونا، اخبار عن اصابه فلان بكورونا، يعني مفيش كده، يعني مفيش كده في الاعلام. كان اللغه السائده ومسؤوليه الجمهور اتجهت لفكره انا مش خلاص، يعني ما تكررش الاشاعه، ما تدورش الاشاعه صحيحه ولا لا، ما تقعدش تسال في كل حته الاشاعه صحيحه، هي اشاعه هتفضل اشاعه. عندنا حاجات رسميه، النادي الاهلي الحمد لله كل حاجه عنده في النور، كل حاجه أكيد. الاهلي هو اللي اعلن ان كهربا عنده كورونا، الاهلي هو اللي اعلن ان وليد سليمان عنده كورونا، الاهلي هو اللي اعلن ان صالح جمعه عنده كورونا، ما كانش في اخبار قبلها ان اللعيبه دي عندها كورونا، فالاهلي ما عندوش حاجه مستخبيه عشان خاطر يستنى ان حد تاني يكشفها. النادي الاهلي دايما يمتاز بالشفافيه على مدار جميع اجيال اداراته. اكيد الحمد لله. طيب عايز اسالك على هاشتاج بيتسو موسيماني. بالمناسبه الهاشتاج ده كان ليه تاثير كبير جدا في الاوساط الافريقيه، وعدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين شاركوا في هذه التغريده كمان خلال الساعات الاخيره. تقريبا التويتات الاولى في كل، وده بصراحه من مميزات الجمهور الاهلاوي، ان انا ما بحاولش فكره ان انا يعني ما فيش انانيه في الموضوع، كان كل اي حد اجنبي بيشارك في الـ في الـ في الـ في الهاشتاج كان دايما تلاقي التفاعل اكتر معايا عشان خاطر الرساله تبقى عالميه، مش فكره مجرد ان احنا بنكلم نفسنا، احنا بنكلم القاره الافريقيه والعالم. كان دايما فكره الدعم، فكره ان تغطيه وبروزه دور
الصحافه الاجنبيه الناس المشاركه. وبعدين عايز حضرتك تتخيل فكره ان يبقى حد عايش في جنوب افريقيا اول مره يشوف موسيماني عنده في الترند في قائمه الترند يلاقيه من جمهور النادي الاهلي، يدخل يدور يشوف بقى ايه الموضوع، ايه النادي ده، ايه امكانياته. الاهلي كتير من الناس اللي موجوده ما تتخيلش يعني الاهلي معروف، وده رد على اقوال عجيبه وصلت مؤخرا ان نوعيه جمهور الاهلي، اديك بتشوف نوع وجه جمهور الاهلي، بتشوف نوعيه جمهور الاهلي بتتفاعل ازاي، بتشوف جمهور نوعيه جمهور الاهلي عندها وعي ازاي، بتشوف نوعيه جمهور الاهلي عندها مسؤوليه ازاي، بتشوف نوعيه جمهور الاهلي عندها من الثقافه والرقي انها هي اللي تجرنا لمناطق ايجابيه وتصدر صوره ايجابيه عن مصر كلها مش مجرد مصر بس. وقصه ان جمهور الاهلي من اكثر الجماهير متصدره منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ده إن دل على شيء بيدل إن النادي الأهلي أكبر شعبية في مصر وإفريقيا والوطن العربي. أعتقد لغة الأرقام هنا بتتحدث عن نفسها. الاهلي اكثر متابعه على الفيسبوك، الاهلي اكثر متابعه على تويتر، الاهلي واكثر متابعه على الانستغرام، الاهلي على كل الحسابات الرسميه. بس الاهلي مش بس اكتفى بده، الاهلي عنده الوسائل الرسميه والوسائط الرسميه وكلها ناجحه ما شاء الله في الـ في الـ في النادي الاهلي وارقامها كبيره. الاهلي مش بس كده، الجمهور ابتدى كمان ياخد دور بفكره ان هو التواصل مع الصحفيين افارقه وصحفيين اجانب وغيره وغيره وغيره، ابتدى الجمهور يعمل حاجات اضافيه مهما كان دور النادي. النادي في الاخر يعني له هيكل اداري محدد بتتعامل معاه، انما انت كجمهور ليك مساحه واسعه جدا واطر كتيره جدا انت تتعامل في اطارات مختلفه. فالجمهور في الفتره الاخيره وكمان لو لاحظت من ساعه وصول موسيماني، الجمهور يعني جمهور الاهلي ابتدى يغزو افريقيا، بقى جمهور الاهلي منتشر جدا. فكره معلومه اخيره بقى لو هنختم يعني من باب التفاؤل، نختم بيها تمام، من باب التفاؤل دايما في رقم معروف ان الاهلي عمره ما خسر في دوري ابطال افريقيا من الزمالك، فان شاء الله ما بين التفاؤل برضه معلومه اضافيه، الزمالك لم ينجح في الخروج باي كلين شيت امام الاهلي في كل مباراته السابقه في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الاهلي يحافظ على سجله خالي من الهزائم الزمالك، وان شاء الله الزمالك هيفضل ما عندوش ولا كلين شيت قدام الاهلي في مباراه التاسعه الجايه ان شاء الله. شكرا يا غمري، بشكرك شكرا جزيلا. شوفوا الصوره او شوفوا الكلام بتاع احد محررين السوشيال ميديا، قيمة كبيرة جدا عشان تعرفوا جمهور النادي الأهلي ازاي مثقف وازاي ليه دور إيجابي جدا. شكرا يا غمري وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراة يوم الجمعة القادم. لكن سريعا أدخل في الترند العالمي لأن عندنا كلام